يكون المنهج اكثر شويه. هذه فرصه لك انك تجيب عالي، خصوصا انه البابين اصلا سهله. لو تلاحظون الباب الاول احنا عندنا ترى فيه اغلب الدروس مو كانها رياضيات، عباره شرطيه اذا كان فانه اشياء زي كذا، عباره وجدول الصدق مثلا. فالامور بتكون سهله ان شاء الله تعالى. يعني الرياضيات الفعليه تقريبا انت ما شفتها الا اخر دروس في الباب الاول، وعندك تقريبا الباب الثاني. بس طبعا ودنا ننبه لبعض الامور الشباب في بثنا، ما يحتاج انتم اكيد ناس انتم متمرسين، وانا متاكد انكم تكون بحوث كثيره سواء كان دراسيه او غيرها، وعارفين هذه الانظمه، وعارفين انه مثلا احنا بنفتح مايك ونكون بترتيب الطلب. يعني مثلا ان شاء الله بنعرض اسئله وممكن نسوي لها تصويت ونشوف الاجابات من يرى الف من يرى وهكذا، وبعدها نتناقش في الحل، وبعدها نسمع الاسئله. لو كان عندك سؤال على السؤال وتبغى شرح لهذا السؤال يكون عن طريق رفع اليد، نختار طبعا بالترتيب. فودي عاد ما يحتاج ان اتكلم في الامور هذه، يعني الجميع ملتزم في قوانين ان شاء الله تعالى. فنبدا بسم الله على بركه الله. شوف بس التعليقات اذا كان في شيء. تمام. حياكم الله. نبدا على بركه الله. عندنا في البدايه اللي هو التبيير والبرهان. فاصطنعوني يا شباب انه معاكم واضح جدا الملف اللي انا جالس اشتغل عليه. طمنوني بس بالتعليقات، في مره واحده بنتاكد من هذا الشيء وخلاص ان شاء الله الامور تكون تمام. ممتاز ممتاز، دام الامور تمام اجل نبدا على بركه الله. السؤال الاول: الحد التالي للنماط الاتي. يقول لك هنا 3 و3 ثم 6. شباب ننبه نقطه مهمه هنا. انت الان تدرس رياضيات ثانوي، رياضيات ثانوي معناته انجليزي. للاسف في بعض الشباب انا شفتهم في الاختبار الشهر الاخير عنده مشكله يتوقع ان البدايه من هنا. لا يا شباب انتبه، من يسار لمين؟ 3 3 6 بعدين 9 بعدين 15. جالس يصير يا شباب، احنا متعودين على السهل نبغاه يزود كل مره، لا هو ما يزود كل مره. هي 3 زائد 3 لو جمعتهم مع بعض اعطوك 6، هو يجمع اخر 2. فعندك انت لو تلاحظ ال 6 وجمعتها مع ال 9 مجموعها بيكون 15، فهو يجمع اخر 2. فاحنا عشان نجيب اللي جاي الحد القادم نسوي نفس الحركه، نجمع اخر 2. انا عندي 9 وعندي 15 وجمع المقاطع طبعا كي راح يكون اللي جاي 4 14. هذا بالنسبه للسؤال الاول. شباب بما انه تجربه انه مره نطلع انا ودي اعرف الامور تمام عندهم، اللي حابين الرقيه كذا اللي معلق لي الرقيه يطلع من الجاي. شباب ممتاز ممتاز يا شباب ممتاز. طيب السؤال الثاني شباب شكل فن. شباب انا اخترت لكم اسئله سواء كنتم طلابي او غير طلابي، بس اسئله شامله للكل، يعني لابد احد الاسئله يجي في الاختبار بدون شك. يعني اللهم اني ممكن يتغير الارقام، بس المقابل عدد الطلاب اللي يدرسون اللغتين الفرنسيه والايطاليه وعدد الطلاب الدارسون اللغه الايطاليه فقط. اكيد هذا بيكون في دائره الايطاليه فقط. ايش رايكم، اي ولا بي ولا سي؟ خلينا نشوف الان. انا ودي اعمل تصويت كيف. يلا اي ولا بي ولا سي، ايش رايكم يا شباب؟ هنا اشوفكم في التعليقات. انا شايف ريهانه تقول بي، وشايف فايز يقول بي، ما شاء الله اتفاق كامل على بي. ممتاز ممتاز، يعني واضحه يا شباب بالنسبه لكم ما شاء الله. هذه بي طبعا اللي هي 8، لانه احنا موجودين في دائره اللغه الايطاليه فقط. بس هذا في السؤال الثاني ما شاء الله عليكم. طيب نشوف اللي بعده نفس الفكره. يعني نبه على السؤال هذا قبل نتحرك منه يا شباب، انا ممكن اغير السؤال واقول لك اللغه الفرنسيه تقول لي 11. طيب 3 ايش يا شباب؟ 3 هم اللي درسوا الفرنسيه والايطاليه بنفس الوقت، لكن انا عندي السؤال هو طلب الايطاليه بس، فاحنا نقول 8. هذا بالنسبه للسؤال الثاني. طيب السؤال الثالث، انا تعمدت اجيب لك القاعده من الكتاب عشان تدري ان المساله يدلك الصعوبه، يعني اذا انت بس حفظت التعريف الخاص معكوسه ومعاكس الاجابه. فهنا يقول لك اذا كانت العباره الشرطيه بي تؤدي الى كيو، ايش العباره الشرطيه المرتبطه اللي راح تنفي؟ يعني انتبه هو معكسها، البي باقيه عندك هنا، عندك الكيو ايضا متبقي. واللهم انه نفاهم، نفى الفرق ونفى او رفع ونفى النتيجه. طبعا لو تلاحظ اي واحده فيهم موجوده من الخيارات اللي هو المعكوس. لذلك المعكوس راح يكون هو الاجابه. زي ما قلت لكم يا شباب قبل، احنا كلنا نتمنى ان الرياضيات ايجاد مجهول، جمع طرح ونفتك من الاشياء هذه، لكن هذه معانا ما منها مهرب يعني. فانت
اضغط على نفسك 10 دقائق، احفظ ايش العكس، واعرف ان العكس بس تعكس الاصل. انت عندك اصلا دائما بي تؤدي الى كيو، وانت عارف انه اصلا في ترتيب اللغه الانجليزيه البي قبل الكيو. ممتاز، هذا فرض ونتيجه. العكس من اسمه، عكسهم، غير اماكنهم، هذا يصبح تبديل اماكن فقط، فتصبح هنا كيو تؤدي الى بي. ونفس الكلام بالنسبه للنفي، انت عندك الان عباره شرطيه، المعكوس يشتغل على نفس هذه الاساسيه، على نفسها يشتغل عليها، فبيصير نفس الشيء، ما بيتغير فيها شيء، اللهم انه نفي فقط تؤدي الى نفي كيو. وبالنسبه لي اللي هو المعاكس الايجابي هو ينفي العكس، اللي بعد ينفي العكس، احنا الان بنشتغل على نفي العكس، واللي بيصبح طبعا بيكون نفي بي او نفي كيو يؤدي الى نفي بي. اللي ممكن يصير في هذه يا شباب، هذا اللي ممكن يصير فيها ان الاستاذ ممكن يغير في حروف، لو غير في حروف ما في مشكله، انت دائما اشتغل على هذه. عندنا ترى عادي جدا اي الى بي او الى سي مثلا، خلاص معناته انه العكس بتكون سي الى اي، هذا عكس سي الى اي، ومعناته انه النفي اللي هو المعكوس بيكون النفي الاساسي اللي هو نفي الاي يؤدي الى نفي السي. فترى ما هو شرط ان الاستاذ يلتزم في البي والكيو، بس بحب اطمنك انه انا مرت علي اسئله نهايه كثير واسئله شهري كثير، عمري ما شفت اسئله استخدموا فيها غير البي والكيو، يعني غيروا، يعني تعملوا يتغيروا في الحروف، بس من باب التنبيه عليها. يعني شوف الكومنت اذا في شيء. شباب اللي عنده مشكله اعتقد انه لو يطلع ويرجع الامور تكون تمام. وضح. طيب شباب اللي معاه البث وحل المشكله يقول لنا، اعتقد الخروج والدخول يكون، لا تدخل عادي يا ميرا، تدخل عادي. ممتاز ممتاز. طيب نكمل للسؤال اللي بعد، يلا نفس الحركه، راح اترك لكم التفكير وتجاوبوا الان. اعتقد ما يحتاج تفكير، هذه واضحه. سؤال 4، عدد الطلاب اللي يدرسوا اللغتين الفرنسيه والايطاليه، يعني هم مشتركين في الدائرتين مع بعض؟ اتوقع ان الاغلبيه بيختارون الاجابه الصحيحه اللي هي 3. اشكال الفن دائما الاسئله عليها ممتعه وسهله ولا تتطلب منك اي مجهود، الاجابه بتكون 3 اللي هي سي، جدا واضحه يا شباب. طيب انا كيف ممكن اصعب هذا السؤال يا شباب؟ هنا يعني لو احنا بنتكلم عن جميع الاحتمالات، احتمال الاسئله ما تكون سهله مثلا، جاتك في اختبار اسئله مو سهله، وشلون تصعب هذه الاسئله؟ انا معلم وعندي السؤال، كيف اصعبه؟ لو قلت لك لغه فرنسيه سهله بتقول 11، لو قلت لك ايطاليه بتقول 8، لو قلت لك فرنسيه وايطاليه بتقول 3، كيف اصعب الموضوع؟ ممكن اقول لك عدد الطلاب الذين درسوا اللغه الفرنسيه او اللغه الايطاليه. انا قلت او صح؟ يعني كلهم تجمعهم لي مع بعض، يعني تاخذ ال 11 وال 8 كلهم. لكن تطمن، بالنسبه لي انا ما بجيب، لكن نعيدها مره ثانيه، لو قال لك او تجمعهم، تجمع الجهتين. طب عدد الطلاب الذين درسوا اللغه الفرنسيه والايطاليه زين مع بعض 3. طيب درسوا اللغة الفرنسية أو درسوا اللغة الإيطالية؟ اللغة الفرنسية اللي 11 تضيف لها اللي درسوا اللغة الإيطالية اللي هم 8، اللي يقول أول. هذا لو حبينا صعب، لكن هي هنا ما صعب ولا شيء، وقال لك اللي درسوها بنفس الوقت اللي هم عددهم 3 طلاب. أعتقد كذا واضح. شوف إذا في شيء في التعليقات. ممتاز. يقول ما أجمع معاهم الثلاثة. لا شوف يا أحمد العمودي، الثلاثة هم أصلا من نفس الطلاب لكن درسوا مادتين. طيب في شيء؟ طيب ممتاز. ما تسمع صوت، ما عندك اي مشكله، عندك مشكله في البث اطلع وارجع والامور تضبط ان شاء الله. طيب يا شباب العباره المركبه، العباره المركبه اللي هي و، اللي هي اتعبتنا كثير في الترم، اعتقد انتم تلخبطون بينها وبين الاو، سهله جدا، كنا نرمز لها بالرمز هذا، وهي عباره طبعا اتوقع الكل عرفها، الوصل. اصلا حرف واو وين موجود؟ لو تلاحظ الخيارات كلها مو موجودة إلا هنا في الوصل، فالحل الوصل. يعني بنحاول نشوف طريقة نشارك معكم إن شاء الله ملف بعد ما نخلص منه ونحل حل كامل إن شاء الله. هذا بالنسبة لسؤال 5، العبارة المركبة تحوي واو هي عبارة الوصل. طيب تقاطع المستويان، هذا أكثر سؤال يخطو فيه بعض الشباب للأسف. طيب وأنا معاكم يا شباب، إحنا في الرياضيات نحب دائما الأشياء العملية، أسئلة زي كذا حفظ انا ادري ان احنا ما نحبها، هذا طبيعي، راح نحب معلم الرياضيات اسئله يكون فيها حفظ،
شوي تتعبنا، لانه انت تطلب منك حفظ الرياضيات ماده ما هي ماده تحفظ فيها قبل تكون ماده تحفظ. ما عليه مشي الامور، لكن لازم تعرف المستويان، تفكر فيها ذهنيا، خلي الحفظ مستويان كيف يتقاطعون في مستقيم ولا يتقاطعون في نقطه، فكر فيها بالعقل شويه. انا اتفقت مع طلابي في القاعده ان المستوى او المستوي احنا نقصد فيه الجدار الحائط في البيت. فانت فكر التفكير هذا، انت عندك حائطين يدخلون في بعض، لما يدخلون مكان الدخول يعني تخيل كذا في خيالك، لاحظ انه على شكل خط مستقيم. ما هو نقطه، النقطه ما راح تكون الا لما يكون خط مستقيم يقطع خط مستقيم، هنا تصير النقطه. لكن المستوى يدخل في مستوى الوضع مختلف زي ان شاء الله الجدران يعني. فتقاطع المستوى يكون في مستقيم واحد فقط اللي هو الفقره سي. في اي تعليق على هذه؟ بس نشوف التعليقات اذا في شيء. باذن الله بيتم شرح كامل المنهج. طيب لو ما لحقنا على الدرس الاخير، احنا بيكون ان شاء الله تعالى عندنا الاسبوع القادم بث كامل للباب الاول، بيكون معمق يعني الباب الاول يوم الاربعاء غالبا، نحدد الموعد بعدين معاكم ان شاء الله، ما في شيء مؤكد الان، والبث الثاني بيكون يوم الجمعه. الان ناخذ لفه كامله على المنهج. طيب العباره تقبل على صحيحه بدون برهان، هاي ايش رايكم؟ للاسف هذه من الاشياء تحفظ، الشيء نقبله بدون ما نبرهن عليه، بدون دليل او بدون اثبات عليه. انا اشوف في التعليقات، شوفوا في اختلاف، في اختلاف بين الاي والدي، انا شايف في التعليقات مختلفين بين الاجابتين. ايش رايكم انتم؟ هذه يقول نظريه مسلمه. طبعا الاغلب اشوفوا اختاروا الدي، في ناس اختارت اي، طبعا الصحيح مسلمه. احنا نتكلم مثلا نقول من المسلمات ان الشمس تطلع من الشرق مثلا، خلاص هذه مسلمه، شيء قاضين منه. النظريه تحتاج برهان، والمعطى لازم تحل هذا المعطى، شيء كيف اقبل انه صحيح؟ المعطى ممكن ما يكون صحيح اصلا، والتخمين برضه ما راح يكون صحيح. انا ممكن اخمن انه احنا اليوم مثلا الجمعه واليوم مو الجمعه، هذا تخمين. فاللي احنا نقبل بدون صحيح بدون تفكير دائما مسلم. انتم تسمعون احيانا في تعليق على المباريات يقول لك من مسلمات كره القدم كذا، يعطيك معلومه خلاص هذا مسلم، فيه ما تناقش. هذا السؤال رقم 7، الإجابة تكون هنا يا شباب دي، لازم ننتبه لها كثير. هذه الأشياء الحفظ دائما الطلاب المميزين هم اللي تتعبهم شوية. هنا عكس المستوى، تقاطع مستقيمان. أنا أحب لو جاتك أسئلة نفس هذه يا شباب تحاول تطبقها أنت على وأنت تحل الاختبار، حاول تطبقها. تقاطع مستقيمان بالعدل والمنطق وكل شيء واضح، تقاطع يكون في نقطة واحدة. فتقاطع في نقطة واحدة اللي هي بي. بالنسبة لسؤال 8 نواصل سؤال 9، يلا هنا بترككم الإجابة، شوف التعليقات. جدا سهل، هذه الرياضيات اللي احنا نحبها. بالنسبة لي والله ان الطلاب اللي يتضايقون شوي من العبارة الشرطية والمنطق والامور هذه ما يحبون الاسئلة كذا. طب في اختلاف في A في 9، ايش رايكم ما نجاوب بالرقم بالحرف، يعني قول لي A B C D عشان ما يكون في اختلاف. انا ارى الاغلبية جالسين يختارون A، ما شاء الله. والله اشكركم على التفاعل صراحة. ملاحظ ما شاء الله اغلبكم مستوى عالي. طب الجميع اتفق على اي؟ بنتاكد انه اكيد قالوا اي وهي صحيحه، مو عارفين كيف حلوها، بس عشان نتاكد احنا عندنا 2 اكس ناقص 10 يساوي 8. راح في البدايه تخلص 10 بنقل على الطرف الاخر بتغيير اشاره. شباب ما في عيب في العلم، لو كنت تلاحظ انه في مشاكل عندك ما تعرف كيف تنقل ال 10 معناته عندك اشكاليه ما هي في الثانوي. والذنب مو ذنبك اصلا، ذنب مرحله سابقه. مرحلة متوسطة، فأسس نفسك والأمور تضبط إن شاء الله. فتروح السالب 10 وأسس نفسك، إحنا ما نقول لك اجلس ترم كامل ادرس دروس المتوسط، لا. ترى إنك تأسس نفسك في حل معادلة من الدرجة الأولى ترى ما يستغرق منك ممكن ساعتين ثلاث ساعات، إنك تعرف الفكرة بس وخلاص وتضبط الأمور. مشكلة الرياضيات إنه أي خلل في المرحلة السابقة معناته المرحلة الحالية بتصير صعبة عليك. فالآن ننقل ال 10 بتغيير إشارة، تصير بالموجب يصبح عندي 2 إكس يساوي لما تروح ال 10 بالموجب يصبح عندي في الطرف الاخر 18. احنا عندنا 8 مسبقا وجت 10 في الموجب. الان انا ابي اكس الحاله لان هو في السؤال يبي قيمه اكس. اتخلص من معه اللي معاه ضرب 2 اكس، فاتخلص منها بالقسمه على 2 يصبح الاكس يساوي طبعا 9. الله يعطيكم العافيه، الاغلبيه جاوبوا اجابه صح. هذا بالنسبه لسؤال اي. يعطيكم الف عافيه. طبعا بامكانك مثلا تصور الشاشه اذا انت حاب الحل يبقى عندك، اذا انت ما تضمن انه الملف يوصلك. نشوف السؤال بعده.
سؤال 10 نفكر فيه يلا. طبعا واضح وبرضو هاي الأشياء اللي إحنا نلخبط فيها. شوف إذا شفت ثلاث حروف بعطيك سر من الأسرار، إذا شفت ثلاث حروف أو ثلاث أرقام مباشرة استبعد التماثل والانعكاس. إذا التماثل يصير بين والانعكاس يصير بين شخص نفسه، أنا الحين أشوف انعكاسي بالكاميرا عكس، والتماثل شخصين فقط هم يتماثلون. لما تشوف ثلاثة استبعد على طول انعكاس وكمان التعليقات اشتفقوا عليه ما شاء الله الأغلبية سيدي ما شاء الله عليه. طبعا سيدي هي تعدي أحسنتم، التعدي هو قالها قال أنا عندي A يساوي B والB يساوي C. الآن ما في علاقة مباشرة بين الA والC لكن ربطهم الB هو يربطهم في بعض فأصبحت عندي A تساوي C، وهذه العلاقة احنا تكلمنا عنها طبعا علاقة التعدي موجودة اسمها علاقة التعدي اللي هو الخيار C. وما شاء الله عليكم ما شاء الله مستويات عالية جدا أنا شايف، يعني قليل اختلافات على الإجابة الصحيحة. نرجع الآن لنفس الموضوع اللي تكلمنا فيه مسبقا، قلنا لك احفظ التعريف الثلاث وتريح راسك. العبارة الشرطية المرتبطة الأمامة وش راح تكون؟ هو عكسهم ثم نفاهم. يعني هذا ما هو العكس، هذا نفي العكس، وش اللي نفى العكس؟ طبعا معروف اللي هو المعاكس الإيجابي الأخير، وهذا المعاكس الإيجابي، وحلها بيكون سي. لو تلاحظون الأسئلة اللي زي كذا كلها أجيب معاها قانونها أو مفهومها عشان تعرف أن المسألة مسألة حفظ لا أكثر ولا أقل. واضحة؟ التعليقات إذا في شيء. ما شاء الله عليكم. مبسوط منكم مرور. طيب. بشكل مقابل يلا هذه لكم. هو قال لك أنهم متطابقين يعني يسوون نبي قيمة إكس. نبي قيمة إكس، وبعد ما طلعوا قيمة إكس بقول لكم كيف أخلي السؤال ده صعب؟ أو كيف ألخبط في السؤال ده؟ يلا نشوف شباب. ما شاء الله سي 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 لا في اختلاف والله في سي في دي في اي لا السؤال هذا في اختلاف كثير عليه. سلطان الملياح شو يقول؟ حمد الدوسري يقول دي يزيد. طيب بما انكم اختلفتم عليه لازم نحله بتأني. اول شيء شباب هو قال تطابق يعني الطولين نفس بعض، يعني انت يا اي بي تمام ترى انت تساوي سي دي ممتاز. طيب اي بي عندي انا قيمته لو تلاحظون في الحل 4 اكس ناقصا 6 يساوي قيمه السي دي اللي هي 22. انقل سالب 6 للطرف الثاني باشاره موجب يصبح عندي 4 اكس يساوي 28. لما تروح ال 6 تروح باشاره موجب اقسم الطرفين على 4 28 قسمه 4 راح تكون نصف 28 14 نصفها 7. فاعتقد قيمه اكس هنا بتكون 7 هذا قيمة X. طيب إيش الفخ اللي ممكن يحصل؟ إحنا اكتشفنا أن الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. إيش الفخ اللي ممكن يحصل هنا؟ عند الطلب إحنا مشكلتنا نتحمس يوم نشوف السؤال ولي وإحنا نعرف نحله وخلاص. في ناس يحسب لي أقصد كم طول الـ AB؟ أنا ما قلت لك كم طول الـ AB. يعني لو قايل لك كم طول الـ AB بتختار 22 AB. اللي قالوا 12 صدق أنا ما أدري اللي هي A ما أدري وش كان عذرهم اختيارهم بالـ 12. فاعطونا وش باي حق اخترتم 12 اللي هي اي؟ انا شفت ناس اختاروها في الاي باي حق؟ انسحاب ايش كان تبغيكم؟ بالتعليقات صمت عم الصمت طيب ايوه الحمد لله على السلامه. اذا الاجابه يا شباب دي شفتوا ايش الخطا اللي ممكن يحصل انك ممكن بس خلل في نقل الإشارة. طيب واحد يبغى يتأكد من الحل الصحيح سهلة، أنت ما أنت قايل إنهم متطابقين أعوض هنا وأعوض قيمة الإكس اللي هي 4 في 7 فأجي أعوض هنا أقول 4 في 7 اللي هي 28 28 ناقص 6 ناقص 22 فأصبح نفسه. بالتالي الإجابة الصحيحة هنا دي. كيف أصعد السؤال هذا؟ أنا ما بسوي الحركة هذه لكن قد تمر عليك حركة كيف صعب السؤال أو ما صعب أخليك تلخبط وخليك تختار خطأ. ما أطلب إكس أقول لك الـ A B فأنت تتحمس تروح تختار السبعة تحسب المطلوب إكس وأنا طالب الـ A B وأصلا الـ A B تجيني بدون حل
انهم متطابقين تقول 22 بس. فانا ودي انك تنتبه للحركات هذه. بعض الناس او كثير من الطلاب مر علينا يجي يقول يا استاذ انا حال صح متاكد من حلمي واحد وما انتبه للحركات اللي تصير نفس الحركه هذه. انا ان شاء الله ما اسوي الحركه هذه بس انا اقول انه في معلمين يتعمد يعني هو يرى انه هذا اثبات لفهم الطالب العميق من قراءه السؤال كامل وينتبه مطلوب اكس ولا مطلوب اكس. حصلت كثير انه احنا بعد الاختبار النهائي يجينا طلبات في مراجعه اوراق الطلاب انت تتقدم طلب مراجعه ويراجعه معلم اخر. فاذا حصل هالامر نكتشف دائما الخطا بالطريقه هذه الطالب بس ما قرا اللفظ الصحيح بس اصبحت هناك مشكله. يلا سؤالي بعده سؤال 13 و14 بترككم لكم مره واحده يلا 13 و14 فكر وعطني رايك. نبدأ بالتعليقات وانتم تفكروا في 13 و14 نشوف مع بعض ايش راح تكون الاجابه. فكرة جدا سهلة يا شباب هو مجموع زاويتين شباب ودي نختار اوكي انت مصمم على ايه بس اكتبها مرة واحدة تكفى يا شيخ اللي هو اتش يو 13 اي تبغوا انتبهوا للفخ ها لا يكون في فخ ولا في شيء انتبه مطلوب من السؤال وشو اصلا ممكن مو قيمة X إذا كان في X أصلا. طيب سؤال 13 أنا شايف الأغلبية اختار C على ما أعتقد أو A. 13 وش تقولون في التعليقات يعني 13 إيش تقولوا 13 يقولوا C يوم الدوسر يقول C أثق فيك كريم بس والله بنشوف الحين ومساعد يقول C نيرة ماسكة خط مختلف تقول A صغيب يقول C والعمودي سي والكنهل يقول السؤال ما هو واضح. شباب الكنهل يقول السؤال ما هو واضح هل من طريقه يكون واضح له ممكن هو ما خلل عنده في العرض ولا في شيء الحل. طيب نسأل سؤال 13 يا شباب هو قال لك الزاويه 2 اذا كانت الزاويه 2 الزاويه 1 تساوي 89 ويكس 56 هاي تبع مين 56 تبع مقياس الزاوية 2 مقياس الزاوية 2 تساوي 56 أعتقد يمكن أن يقصد المشكلة هذا. طيب إذا كانت الزاوية 2 56 درجة وكانت الزاوية 1 89 درجة المطلوب منك الزاوية JKL الزاوية كاملة نجمعها مع بعض 50 و80 اللي عندنا بتكون 130 636 145 سي ما شاء الله عليكم. طبعا كان بس في خلل انه 56 المفروض تكون جانب تساوي 2. يعني سؤال 13 56 تجمع. سؤال 14 ايش تقولوا انتم؟ جدا سهل وواضح السؤال هذا. خلينا نشوف تعليقات ايش قالوا. 14 دي 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 اتفاق. اجماع هذا. ما شاء الله عليكم. يقولون 110 اصمل بس. طيب مو مشكله. عندك الزاويه 71 احنا نعرف ان اي زاويتين متجاوره على مستقيم تعطينا 180. هذا بالفصيح خلينا نجيبها بالعاميه كل زاويتين جنب بعض على المستقيم يعطونك 180 ف70 اكيد هذه بتصير 110 110 اكيد الزاويتين راح تكون 110 طبعا درجه كلها اذا الحل دي. السؤال اللي بعده جدا سهله هذه يا شباب بس الشكل يخوفك شويه بس مجرد ما تشيل ارقام انبه على نقطه دائما اقولها للطلاب المعلومات الموجوده في الشكل ما تصير سهله لك مره الا اذا جبت كتبتها بالشكل، انا ادري انك كويس وادري انك طالب جيد وبتحل ولا في اخطاء عندك، بس دائما المعلومات الموجوده في السؤال حاول قدر الامكان تلقي على وصف. طيب السؤال اللي بعده سؤال 15 نفس الكلام اللي قلناه، المعلومات الموجوده في السؤال تنزل على الشكل افضل. ثلاثه واربعه احنا كلنا نعرف انها متقابله في الراس، واحنا نعرف ان الزوايا المتقابله في الراس متطابقه. متطابقه يعني نفس القياس، يعني يساووا بعض. بالزاوية 3 عندي هنا 2 اكس ناقص 30 اللي هي 3 وعندي الزاوية 4 زي ما انت شايف حسب معطيات السؤال لازم يعطيك اياها ما يتركها كذا يعطيك اياها رقم او يعطيك اياها بمتغير ما في مشكله انا عارف انهم يساووا بعض لان الزاويتين متقابله في الراس الطريقه جدا سهله اقول انا الزاويه 3 تساوي الزاويه 4 او تطابقها ما في مشكله والسبب طبعا وش هو؟
ايش في ايدنا متقابله في الراس. التعويذ في قيمه الموجوده عندي الزاويه 3 اضع قيمتها اللي هي 2 اكس ناقص 30 يساوي قيمه الزاويه 4 اللي هي اكس زائد 100. شباب انا عندي معادله، وهنا ارجع اقول للطالب اللي عنده مشكله او لاحظ ان بتحصل له مشكله هنا يعرف المشكله تاسيس. معادله الدرجه الاولى لازم الاكسات تروح لبعض، الاكس هنا واحده وهنا حبتين اكس. الصغير يروح للكبير، فالاكس هذه بتجي هنا باشاره سالب. انا موجود عندي 2 اكس، لما اخذ منها اكس بالسالب يصبح في اكس واحده بس. نفس الامر بيتعلق ب 30 هي سالب تروح هنا بالموجب. فيصبح في الطرف الاخر عندي 130. 130. إذا قيمة x هنا 130. إيش الفخ اللي ممكن يحصل في هذا السؤال؟ أقول لك الآن بعد ما نختار الإجابة الصحيحة اللي هي 130. أنا ممكن أسوي لك فخ في السؤال ده، هي صعب عليك الموضوع. ممكن ما أطلب x. ممكن ما أطلب x، ممكن أطلب الزاوية 3. كيف تجيبها؟ تعوض قيمة x، تجي تقول 2 30 هي قيمة x ناقص 30. ثم تخرج النتيجة. عرفت الفكره تحصل؟ دائم اقرا السؤال زين واعرف شو المطلوب. احنا عندنا هنا اي الحل الصحيح. نشوف التعليقات اذا في اي سؤال على السؤال. ان شاء الله سيكون في بث لبقيه المراحل ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. اذا كان السؤال عن المرحله الماليه. والله ما في وقت معين بس خلينا نخلص نحاول قدر الامكان يعني نغطي اكبر شيء من المنهج ونشوف طرحنا اليوم بس يعتبر تجربه بشكل عام يعني. اذا تبي شيء واضح يعني شيء ندقق فيه على كامل التفاصيل بيكون ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربعاء يوم الجمعه ان شاء الله تعالى باذن الله. والله اني سعيد فيكم، انا طيب اشوف مستواكم عالي عالي، واضح انكم جاهزين ما شاء الله للنهايه. طيب السؤال اللي بعده سؤال 16 اجابات بصح وخطا. يلا الان بنشوف، خلينا نحط عندها رموز وهي اي اي يلا ولا صح وخطا كيفك؟ يقول لك ناتج ضرب عددين زوجيين يكون دائما عدد زوجي. سؤال 16 ايش رايكم؟ صح ولا خطا سؤال 16؟ شوف التعليقات. صح صح كلهم قالوا صح. طبعا صح. طبعا الاجابه صحيحه. ومن كيف نتاكد من الموضوع؟ نجرب. في ناس عنده وسوسه شوي لازم يتاكد ابشر من عيوني. 2 في 2 النتيجه بتكون 4. فدائما اذا ضرب عدد زوجي في عدد زوجي النتيجه بتكون عدد زوجي. حتى لو قامتك عدد زوجي. هذا بالنسبه لسؤال 16. سؤال 17 الزاويتين المتتامتين مجموع قياسهم يكون 180 لا خطا. تكون 90 فخاطر. بختصر عليها هي واحده من الثنتين يا 90 زين يا 180. بمعنى هي 90 يا 180 من الكبيره فيهم؟ 180 حرف كاف كبيره كبيره حرف كاف صح؟ حرف كاف خلاص كاف مع متكامله متكامله متتامه هي بعد 90. انا وانا من ايام الثانوي حفظتها بطريقه هذه. طيب هذا بالنسبه لسؤال 17، سؤال 18 النظريه هي عباره تقبل على انها صحيحه بدون برهان. هذه بدتنا قبل شوي فوق. النظريه لابد لها من برهان. النظريه لازم تبرهن. زي اجي اقول لكم يا شباب انا الحين عندي نظريه. نظريه تقول انه بالامكان مثلا انا عندي نظريه بختار اي نظريه كانت، مثلا اجيب اي نظريه حتى لو مو برياضيات. انا ارى نظريه مثلا ساعدوني اعطوني اي نظريه فكر فيها. شيء حتى لو خارج الرياضيات. مثلا نقول أنا عندي نظرية تقول إنه عدد فردي لو ضرب في عدد فردي النتيجة تكون عدد زوجي. فأنت لما تسمع النظرية هذه هي مسلمة، هذه نظرية. فأنت لازم تحتاج إثبات صح؟ لما أجيب رقم فردي وأضرب في عدد فردي عشان أثبت إنها صحيحة. تمام؟ هذه نظرية. النظرية شيء يحتاج إثبات. لذلك خطأ. راح تحتاج إثبات، النظرية تحتاج اللي ما نحتاج اثبات اخذناها في الخيارات قبل شوي هي مسلمه. من المسلمات. شوف انا عندي شيء يختصر عليك. مسلمه شيء لا يقبل النقاش من التسليم.
انت سلمت الامر لله خلاص، يعني ما عاد بتفكر فيه خلاص نهائيا، انت مسلم ومنتهي الموضوع خلاص على انه صحيح سيقع. يلا 19، هنا بيجي عاد عباره الفصل وعباره الوصل. اتفقت مع الطلاب على انه هم نوعين، احنا عندنا واو واللي رمزها عباره الوصل، واو واللي الرمز تبعها زي كذا زي ثمانيه العربي. اتفقنا على ان هذه شخص شخص غثيث، شخص لازم يكون كل العبارتين صحيح. فهذه العبارة ما تقبل إلا ترو ترو، لازم كل العبارتين صحيح. عجيب. الحالة الثانية اللي كانت أول، واللي كانت زي السبع بالعربي. وهذه قلنا هذه مسكينة، ما يعني صدرها رحب. واحدة ترو بس، مو شرط الاثنين ترو. هي ما عندها مشكلة. تقبل واحدة فقط. ما راح تشوف الوضع الثاني إيش، مو بلازم، مو ضروري. لكن عاد مو بتجيب لها اف اف تبغاها تقبل، هي تقبل واحد على الاقل. يعني انت شايف هنا عباره بي والعباره كيو، قال لك هو هنا البي صواب والكيو خطا. يعني ايش؟ يعني تي اف، يعني تي صواب واف. ممتاز. نروح لهذه، هذه اي واحده؟ هل هذه الحبيبه اللي تقبل واحده عادي ولا لا؟ هذه اللي صعب وضعها، تقبل اثنين لازم. وتلاحظ انها لا، هذه صعبه، هذه عباره وسط. ولكن لازم اقبل طرفين تو. فبتلاحظ هنا انه بتكون خطا، ما تقبل. لو غيرناها وخليناها او بتكون صحيحه. هذا بالنسبه للسؤال 19. هذه من الجدول، هي موجوده في الكتاب على شكل جدول. في اي نقاش او في اي سؤال على الاسئله اللي مرينا عليها قبل شوي اسمها خطا، لاني شوي تركت التعليقات. ماده رياضيات اول ثانوي مسارات واحد واحد. الفرق بين الاستقراء والاستمداد، سؤال جميل. طيب الاستقراء ابسط مثال عليه يوم نسمع المعلق في كره القدم يقول ارى المدافع اللاعب بشكل صحيح، ارى الكره بشكل صحيح. هو ما كان متاكد اللي بياخذ الكره، بس انا قريت الرياكشن حق جسمك وتوقعت انك بتروح يسار واخذت الكره. فالاستقراء مبني على توقع، مو اكيد، تخمين يعني، ممكن لا. هذا الاستقراء. انا والله قرات وجه الاستاذ انه الاسئله صعبه، قريت من اسلوب الاستاذ الاسئله سهله. استقراء مو اكيد، لكن استمداد لا. انا اقول الان يا شباب اللي تحت 50 راسب في الماده، انت مجموعك 40، والله اتوقع اني برسب، استقر اني برسب، لا، انت تستنتج اصولك. الاستمداد مبني على الحقيقه، شيء مؤكد، في خاصين منها. الاستمداد مبني على حقيقه. طيب شوف اللي بعدها. أنا ما أقدر أقفل التعليقات من دي، بس أتوقع أنتم كمن يسألون من قفل التعليقات، أعتقد أنت كمتابع ممكن تقفل الكلام، ولا؟ أنا مو من خبرة في البث برضه، ممكن يفيدونا الشباب. طيب، نكمل. سؤال 20، لأي ثلاث أعداد حقيقية A و B و C؟ إذا شفت ثلاث أعداد اتفقنا قبل وش نقول؟ انعكاس تماثل وخرها مو موجود. هنا قال لك A و B C، لو تلاحظ ايش الخاصية اللي حصلت؟ هنا هل هي خاصية توزيع ولا لا؟ صح ولا خطأ؟ طبعا صحيح توزيع. أنا خاف عليكم من شيء، وتعمدت أجيب السؤال هذا، خاف عليكم تلخبطون مع خاصية التجميع. وفي خاصيتين قريبات مرة من بعض، واحدة توزيع وواحدة تجميع. لما يكون A في B زائد C، ولما يكون الـ A زائد الـ B زائد الـ C، هنا يختلفون ترى مرة عن بعض في الاسم وكل شيء. هذه توزيع، طبعا هاي تجمع. بيكون عندي هذه الـ A في الـ B وبعدين الـ A في الـ C. الأخرى لا، موضوع مختلف، هي بتقول الـ A زائد الـ B وبعدين تقول الـ A زائد الـ C تكمل توزيع. الموجود أنا عندي هنا لا، اللي حصل عندي هنا أنا عملية ضرب، إنه توزيع، أنا جالس أوزع الضرب على الجنب. فهنا الكلام صحيح، خاصية توزيع. أي تعليق على هذا السؤال؟ إيش الفرق بين التماثل والانعكاس؟ سؤال أحمد العمودي، سؤال جميل أحمد العمودي. شوف الانعكاس، انا جالس الحين اقدم لكم حصه والانعكاس تبعي، انا جالس اشوف وجهي الحين في المرايه قدام انعكاس،
انعكاس الشيء مع نفسه. يعني مستحيل اشوف في الشاشه الحين الاستاذ صالح الجربوع مثلا، انا اشوف نفسي ما اشوف احد ثاني. فالاي ما راح تشوف الا الاي في الانعكاس. هذا الانعكاس. اما بالنسبه للتماثل لا، يكون بين شخصين. لما تيجي عند الاستاذ صالح وتقول له ليش ما تشرح لي كذا، يقول لك الاستاذ فارس يشرح لك. انا والاستاذ فارس زي بعض، انا اقدم رياضيات واحد واستاذ فارس يقدم رياضيات واحد. واضح الفكره؟ خلاص كلها واحد، انا ولا هو ما في فرق، تماثل. احنا انا زي بعض، انه راح اقول لك الاي تساوي البي شيء ثاني، وعكسها البي تساوي الاي. هذه خاصيه التماثل. تماثل تكون بين شخصين. اما الانعكاس لا، يكون شخص واحد يشوف نفسه ويعكس نفسه. شلون واضح؟ بأسهل والله خاصيتين يعني. طيب اي سؤال ثاني؟ سامي الزبيدي تفضل، تفضل اللي عنده سؤال يسأل. يلا احنا نشرح الان باب المسلمات والبراهين، اللي هو الباب الاول في الرياضيات واحد من سارات. سنقرح المعادلات بالحاسبة على حسب نوع الحاسبة وعلى حسب المعادلة، مو أي معادلة، على حسب طريقتك. إن شاء الله يكون في بث مراحل أخرى بإذن الله. قلنا يا محمد الزبيدي ما في هذه الحصة، ما في عادلة، هي لايف أصلاً، لكن بإمكانك تسجلها وفي كلامات عن الشباب. وقلنا الأسبوع القادم في يومين إن شاء الله بنحددهم. اليوم الأول بيكون الباب الأول كامل بشكل أعمق من كذا. الباب اليوم الثاني بيكون الباب الثاني إن شاء الله تعالى. هل أجدها في اليوتيوب؟ ما أعلم إذا هم مسجلينها ولا لا، لكن أعتقد إنه لا. طيب. في أسئلة ثانية يا شباب؟ نكمل؟ نخش الباب الثاني؟ هنا يقول نعم مسجل وسوف يتم رفعه على اليوتيوب. يا سلام، شيء جميل، خلاص مسجله وتروح ترفع على اليوتيوب. اشكركم يا ابواب، اشكركم، مخرجين منكم صراحه. الاستاذ هنا تبي الشرح هذا، تبي الاوراق، ابشروا راح يكون ان شاء الله لما يرفع على اليوتيوب. راح نترك ان شاء الله في الوصف الملف اللي احنا شغالين عليه بعد ما نحله يعني نخلص. في شيء ثاني بعد؟ تمام. طيب ايش رايكم ان احنا نقفل التعليقات ونفتحها بين الاسئله؟ ايش رايكم؟ ودكم كذا؟ يا ممتاز. طيب انا بشوف، ترى والله ما من خبره في بث جوجل، بس خلونا نقفل التعليقات الحين بشوف يتقفل ولا لا. حطينا قفلت الان اظن. طيب معنا يلا نشرح الحين سؤال ثم عاد نفتح التعليقات. طيب انا كذا خلصت الباب الاول على ما اظن، وممكن باقي سؤال. لا فعلا خلصنا الباب الاول. شوف اذا انت وصلت للمرحله هذه وشفت اللي سبق كله امور زينه، طبعا انت بنسبه 90 الى 95% الباب الاول ما عندك فيه مشكله. اذا اللي ما مضى هذا كله امور زينه عندك سهل. خلاص الان ندخل الباب الثاني للتوازي والتعامل. وجهه نظر انا اشوف انه اسهل. يعني انت تدخل في الرياضيات اللي هي اسهل من الباب الاول. السؤال الاول عندي هنا قال لك من الشكل المقابل اذا كانت الزاوية 3 تساوي 130 فإن الزاوية 7 تساوي كم؟ لازم أول شيء نعرف العلاقة بينهم. زاوية 3 تساوي 130. هذه الزاوية 3 وهذه الزاوية 7. العلاقة بينهم علاقة مباشرة. علاقة تناظر. احنا قلنا في علاقة التناظر العلاقة تكون علاقة تقابل. يكونون نفس القياس. معناته أن الزاوية 3 راح تكون نفس قياس الزاوية 7، بالتالي الإجابة راح تكون 130. تطابق يعني نفس القياس. والسبب طبعا متناظر مع بعض او تناظر. هذا بالنسبه لسؤال واحد. نفتح تعليقات الان ونشوف اي سؤال على هذا السؤال اذا كان عندك سؤال يخص هذا السؤال. الزوايا المتناظره متطابقه. المتبادله خارجيه متطابقه. المتبادله داخليه متطابقه. المتحالفه ايضا متطابقه. لا المتحالفه متطابقه، نفهمونها متحالفه. مع بعض تساوي 80.
اللي متكامل يعني. طيب اي سؤال عليك؟ في اي سؤال على هالسؤال؟ مكمل؟ ممتاز. ليه استاد 130؟ منيره تقول. طيب يا منيره، منيره الان نحن نعرف يا منيره انه لما يكون عندي مستقيمين متوازيين يا منيره يمشون مع بعض وقطعهم قاطع تكون زوايا، تكون كذا زاويه، واصبحت مثلا عندي هنا زاويه اللي هي ثلاثه قبل شوي رقمها ثلاثه الى زاويه سبعه، علاقتهم مع بعض منيره تسميها تناطق. احنا قلنا في التناطق تطابق، لما تكون هذه مثلا قياسها 100 ايضا هذه راح يكون قياسها 100، راح تكون نفس القياس ما في فرق. ان شاء الله واضح. نفس الكلام بالتبادل الخارجي والداخلي، راح بتكون نفس الشيء. فشوف الان انا بختصرها لك كرموز يعني. الاكس نفس الاكس، هذه متبادله خارجي نفس القياس. يعني بتكون نفس القياس تماما. الواي متبادله داخليه مع الواي اللي هنا، يعني نفس القياس. مثلا هنا زد متبادله خارجيه مع زد هنا. يعني نفس موضوع الاكس. نفس القياس. في اللي حليناها الحين بالسؤال اللي هي المتناظره. متناظر يعني واحدة داخل وواحدة برا بس بنفس الاتجاه. ونحطها مثلا بـ L، شوف هنا هذه داخل وهذه برا. مو بس كذا. نحط واي هنا بعد متناظرة معها. هذه الواي متناظرة معها، يعني بتكون نفس القياس. مثلا هنا اكس، هنا أيضا بتكون اكس، نفس القياس، هنا متناظرة معها. إن شاء الله واضح. شوف في التعليقات إذا في شيء. ممكن توضح الأماكن. سؤال اثنين. ما ادري تقصد سؤال اثنين هذا عندنا الى الان ولا سؤال اثنين في الباب الاول؟ قصدك هذا؟ يا عبد الله تقصد السؤال اللي عرضته الحين؟ طيب ما جاوبتني بس اتوقع انك تقصد هذا السؤال. بالشكل المقابل اي قطع توازي الاي بي. يا شباب انه توازي لازم تكون معاه بنفس المستوى، تجي نفس الاتجاه. هنا واضحه ما في الا خيار واحد بس هو الصحيح اللي هو الاف جي. هو جالس يتكلم او يقصد هذه القطعه المستقيمه اللي يسالك عنها هي اي بي. هذه هي سالتها. وين الموازي لها؟ طبعا معليش لو شفت في الخيارات اي اتش شايفينها اللي تحت هذه ما يمديك تختارها. لما تقع معاها بنفس المستوى. ما راح تلاقيها، ولو لقيتها في الاختيارات تراها فخ، مو صحيح. هذه ما راح يكون معاها الا اللي بحطها في اللون الاخضر، هي اللي ممكن تكون متوازيه. طبعا لون مخالف مثلا يكون الاف جي مثلا هذه توازيها تمشي معاها، وايضا الدي سي معاها من المستوى الجانبي. لازم تكون معاها بنفس المستوى وتمشي معاها. الاي بي موجوده في اي مستوى؟ موجوده في الجدار القريب لنا. الطرف القريب وموجوده في الطرف اللي فوق في السقف. فبس تختار منه ما تختار من غيره. شايفين الوجه اللي في الخلف اللي هو مستوى جي بي سي اتش ما نستفيد منه. وايضا الوجه الاخر المقابل اللي هو الاف اي اي دي بعد ما نستفيد. نستفيد بس من السقف الجانبي تبعنا. لان هذا هو المستويين بس هو اللي موجوده فيهم الاي بي. وبس هذول المستقيمين هم اللي يوازون. مين موجود فيهم في الخيارات اللي هو الاف جي. الاف جي هو الخيار الصحيح. ان شاء الله انها واضحه لكم باذن الله. متى تكون متتامه؟ يسال بي كي. تكون سؤالك اتوقع تقصد فيه الزوايا، الزوايا تكون متتامه اذا كان مجموعهم يساوي 90. اذا كان مجموعهم يساوي 90 مع بعض يكونوا 90. تفضل عندنا السؤال. عندنا السؤال تفضل. طلعت التعليقات مثل من واحد كيف تحل سبعة واثنين؟ أيوة يقول سؤال واحد كيف تحل اثنين وسبعة؟ حلو توقع يقصد هذول نفس سؤال واحد واحد وسبعة يقصد الرسمة هذه. هذول متبادلة خارجيا يعني نفس القياس الزاوية واحد وسبعة علاقتهم مع بعض تطابق متبادلة خارجية واحد نفس سبعة تبادل خارجي إذا تقصدها.
ممكن تشرح السؤال الثاني؟ ما فهمت. طيب يعني الحياة المحتملة تكون متتامة، ما في حياة محتملة، مؤكد متتامة في علاقات بين الزواج، ما فيها، ما في، ما لها علاقة التتامة، التكامل تقصد. أنا ما أدري أنت إيش تقصد بالضبط في التتام، لكن وضح بعض النقاط اللي عشان ما يكون عندك لبس. شوف أنا عندي في الأشكال لما يتقاطع قاطع مع مستقيمين متوازيين، العلاقة بين اثنين وبين خمسة إنهم مع بعض راح يعطونك 180 مع بعضهم، تكامل مو تتامل. ممتاز. وأيضا عندك واحد بتكون نفس سبعة، وعندك ستة بتكون نفس أربعة، وعندك ثلاثة بتكون نفس خمسة، عندك اثنين بتكون نفس ثمانية، يعني تبادل خارجي وداخلي. وعندك بعد التناظر نتكلم عنه، عندك التقابل في الرأس، واحد بتكون نفس ثلاثة، نفس القياس. اللي سأل عن سؤال اثنين، يعني التتام ما له دخل في الموضوع، التتام ما لها دخل، التكامل اللي يكون دخل اللي هو 108. السؤال الثاني، في احد ثاني نقول نبغى مستقيم يوازي الاي بي يمشي معاه، اللي كان يمشي معاه نبغاه يوازي لازم يقع في نفس المستوى اللي هو فيه. انت تخيل معي ان المنظر قدامك هذا غرفه زين، وانت تبغى الاي بي اللي هو هذا باللون الاحمر، ابغى المستقيمات اللي توازيه، هذا يوازيه يمشي معاه بنفس الاتجاه بنفس الجدار اللي هو فيه اصلا. ما يمديني اختار اي اتش اللي ورا هذه، لانها ما هي هي توازيها صح بس ما تقع في نفس المستوى، فما يمديني اختارها. الاختيارات بتكون عندي الصحيحه الاف جي والدي سي. ليش؟ الاف جي موجوده معاها في السقف فوق، والدي سي موجوده معاها في الجدار الجانبي عندنا قريب. الخيارات ما فيها موجود الا الدي سي اعتقد، او الاف جي واخترناه اللي هو الاف جي موجود في الخيارات واخترناه كاجابه صحيحه. بالنسبه للسؤال اثنين، وش الحالات اللي تكون الزوايا فيها متتامه؟ حالات كثير اختصارها انه مجموعهم يساوي 180، مجموعهم يساوي 90. هنا الزوايا المتتامه اذا كان مجموعهم يساوي 90، يساوي 90 لدينا 90، بس الزوايا تساوي بعض. الزوايا احمد العمودي اللي تساوي بعض، الزوايا المتقابله في الراس، الزوايا المتبادله داخليا. انت اتوقع سؤالك يتعلق في ايش؟ مستقيمين وقطع عن قاطع هم متوازيين، اللي تساوي بعض قلناها متبادله داخليا، متبادله خارجيا، متقابله في الراس. الحمد لله. اسعد شيء اشوف لما واحد يقول قطاع، الحين فهمت. وفي التعليقات لما يقول اخيرا فهمت، شكرا، شيء يسعد صراحه. باذن الله تعالى برسل ملف في التليجرام، وايضا الملف بيكون في البث في التسجيل، هذه بتكون مسجله في اليوتيوب ان شاء الله، وفي الوصف بتلاقي الملف محمول جاهز ان شاء الله تعالى. لا وش دعوه، والله اني سعيد جدا صراحه يوم شفت طلاب زيكم، يعني انتم الان ما شاء الله عليكم انتم جايين وحاضرين بث، ما حد يجبركم. بالعكس انت حاضر اول شيء لفائده وعشان نفسك، هذا دلدل على انك حريص جدا على مستقبلك. انت ما انت في المدرسه ونقول لك تعال واحضر، انت الان في البيت، حضورك دليل اهتمامك. من الشكل المقابل هنا التسميات، عاد تسميات لابد يا شباب، ادري انك انها موضوع عشوائيه لكن لابد، ما لك حل يعني لازم تعرفها، وترى سهله. الزاويه 3 والزاويه 6 هنا ايش علاقتهم مع بعض؟ طبعا 3 و6 وتلاحظ انه متبادل داخلي، عندي 3 و6 في تبادل داخلي. كبر الشاشه شوي عشان تصير واضحه لكم. 3 و6 واضحه انها تبادل داخلي. كلهم داخل. تبادل داخلي، وطبعا نفس القياس، لو اعطانا قياس واحده فيهم الثانيه بتكون نفس القياس تماما. زاويه 4 3 و2 علاقتهم مع بعض. 3 و2 لو تلاحظون، خلينا نشوف في التعليقات قولوا لي يلا ايش رايكم؟ 3 و2 اي خيار، اي ولا بي ولا سي ولا دي؟ يلا لديك قناة تليجرام، أبشر أعطيك قناة تليجرام نهاية البث أعطيك، أبشر أعطيك مثال من الواد نورة تقول ارجع السؤال فوق، نرجع فيه على بال ما الشباب يفكرون. رجعنا إذا تكستين هذا السؤال 3 و6 متبادلة داخليا، وإذا تكستين يا نورة السؤال اللي قبله هذا هو طيب هاي ايش قلتم هنا؟
شو العلاقة بين ثلاثة واثنين؟ شوف العلاقات ما شاء الله الغربية قالوا أي 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 ما شاء الله الجزيرة شو بعده تخبروا كلام ما شاء الله للحال طبعا. وبما أثناء شرح اللقاء قلنا فلبان ما بين حدود فالاثنين تقدر تزور الثلاثة بدون أي إشكالية، كذلك السبعة مع الستة هذول كلهم فلبان فهم متحالفة تام ما في قواطع بين. هذا بالنسبة لسؤال أربعة. سؤال خمسة، وفي الزوايا شكل مقابل واحد وثلاثة يطلق عليهم أي زوايا؟ واحد وثلاثة جدا واضحة يا شباب، واحدة داخل واحدة برا وكلهم بنفس الاتجاه كلهم فوق، هذه ثلاثة وهذه واحد. علاقة بينهم التناظر، هذول زاويتين متناظرتين اللي هو دي. هل ممكن يجيب لك زاويتين ما بينهم علاقة؟ نعم ممكن يجيب لك زاويتين ما بينهم علاقة ويضيعك فيهم. الآن أقدر أقول لك أربعة وستة إيش العلاقة بينهم؟ حط لك من ضمن الخيارات ما في علاقة، فانتبه للنقطة هذه. أربعة ما لها علاقة مع ستة. ما شاء الله عليكم. طيب أربعة وثمانية، واحد يسألنا أربعة وثمانية على نفس الشكل. أربعة وثمانية متجاور على مستقيم، الخط المستقيم خط مستقيم سواء كان بهذا الشكل ولا كان رأسي ولا ما يبقى خط مستقيم ما يتغير. بس ثواني بس بنجيب شاحن اللابتوب لا يطفي علينا. ثواني بس اعطونا 10 ثواني. أستاذ ما في صوت مش سمعينك. حياك الله. أنا قلت لهم دقائق بس يشتك الشاحن. الشاحن. طيب. وجدي موجودين. طيب نكمل وصلنا عند إيش؟ سؤال عندنا خمسة خلصنا منه. نجي الآن إلى سؤال ستة. طيب شكل مقابل قيمة X. يا شباب ايش رايكم؟ وانتبهوا للسؤال ترى ممكن هذا السؤال اسوي فيه فقط. ممكن اطلب ممتاز خلاص. ممكن انا هنا اطلب قياس الزاوية. هاي ايش رايكم؟ بس هنا مطلوب ترى قيمة X. فكروا فيها. متأكد ترى لما تسويهم في بعض تراك راح تنقل العشرة وتغير اشارتها. خلينا نشوف في التعليقات الاجابة ايش راح تكون. سي سي شباب يقولون سي. والله اتفقوا على سي. ممتاز الامر تمام. طيب نشوف الان مع بعض ونتاكد من الحل. اول شيء علاقتهم مع بعض؟ احنا لما نجي نقول لك الزاويتين متحالفتين او نقول لك انه متبادلتين او نقول لك انه متناظرتين مو بس نقولها ونسكت، احنا نبغاك تستفيد. نجيب علاقتهم مع بعض. يعني هنا هذه الزاويه انت عارف انها متبادله خارجيا مع الزاويه هذه. علاقتهم مع بعض. بعد الخارج طيب مش وضعهم مع بعض نقول انهم متساويتين يعطونك نفس القياس فاجي اسويهم في بعض اكس ناقص 10 يساوي 104 انقل سالب 10 هنا بالموجب بتغيير الاشاره 114 هنا توفي الموجب. طبعا هذه الاجابه موجوده في الفقره رقم اي. ما شاء الله عليكم اغلبكم في التعليقات اقول كل ما شاء الله خلاص. هذا سؤال 6. في السؤال اللي بعده اللي هو سؤال 7 تمثيل بياني يبغى بين المستقيم. شباب بين المستقيم في طريقتين لسؤال عليه، اما اني اعطيك رسمه او اعطيك نقطتين. اذا انا اعطيك نقطتين سهلت عليك
وإذا عطيتك رسمة أبغاك تطلع أنت النقطتين. السؤال قدامك هذا ترى مرة سهل، لأنه هو أصلاً طلع النقطتين وجهزهم. فبقول لك لو ما جهزهم لك أنت تقدر تطلعهم، الموضوع سهل. فقانون الميل من أسهل القوانين في الرياضيات. يا ريت كل قانون الرياضيات نفس قانون الميل. عندك أنت إم الميل يساوي، كلنا عارفين إن واي 2 ناقص واي 1 على إكس 2 ناقص إكس 1 يساوي، بالتعويض. نعيد ونكرر دائما شباب، ما في مشكلة تبدأ من تحت أو لفوق. الواي سالب 2 أو الواي 2 ما في مشكلة، تبدأ في أي واحد 2. فأنا بقول مثلا إذا هنا في واي 1، هنا مثلا يكون في واي 2، هنا واي 1، هنا أكيد بيكون في إكس 2، هنا بيكون في إكس 1. تلاحظ النقطة الأولى عندي سالب 1 و2، والنقطة الثانية عندي اللي هي سالب 3 وسالب 2. ما ينفع تحط لي هنا واي 1 وتجي تحط لي هنا اكس 2، لا كذا غلط. يا كلهم واحد يا كلهم 2، هذا اكيد تعرفون انتم، انا ما احتاج بس حاب انبه عليها. طيب لما ابدا اعوض الواي 2 عندنا حسب اللي موجود، الواي 2 هذا هو واي 2 اللي هو سالب 2. بعدين في سالب في القانون، شايفين هذا ينزل هنا في البدايه. يلا واي 1 كم؟ ممتاز، سالب 2 سالب 2. تحت الاكسات، الاكسات تشتغل هنا انت. بما انك اخترت هذا واي 2 فاكيد انه هذا راح يكون اكس 2. اكس 2 هنا اللي هو سالب 3. سالب 3. بعدين يجي سالب القانون هذا. تخلصنا من ذا خلاص، باقي الحين سالب 3. وضعنا سالب القانون وانتبه النقطة اللي بتصير الحين. الحين احنا نبغى اكس 1، هذا هو اكس 1. اللي هو سالب 2، هذا اكس 1. فأنت عندك أصلاً سالب في القانون من الأساس موجود حطيناه، وبتضيف أنت الآن سالب 1. سالب 1، فأصبح عندك سالبين. وإحنا قلنا في الرياضيات ونعرف من قواعد الرياضيات أن سالب في سالب موجود، يصبح عندي سالب 4. هذه تصبح عملية زائد جمع، لأنه سالب في سالب موجود، صار سالب 3 زائد 1، واللي هي طبعاً تصبح سالب 4 على أنت سالب 3 لما ضفتك 1 تكون سالب 2. وكلنا نعرف، شوف اي طالب جالس يضيع هنا في المرحله هذه، ما عندك مشكله في التاسيس، مو رياضيات اول ثانوي ولا رياضيات مسارات ولا العلاقه، مشكله بس في اول متوسط جمع وطرح وقسمه وضرب الاعداد الصحيحه، ذيك المشكله هناك. تقدر تصلح الموضوع ترى في ساعه ساعتين من وقتك والامور تضبط معك. ان شاء الله راح نسعى مع ابواب ان نقدم دوره في اعاده التاسيس، وتكون شيء مبسط جدا باذن الله تعالى. طيب سالب مع سالب يروح مع بعض، كلنا نعرف من اول متوسط انه سالب تقسيم سالب موجب على طول. 4 تقسيم 2 فيها 2. فانت لما تسال تقول 2 كيف جت، معناته عندك اشكاليه في التاسيس. الحل 2، الميل يساوي 2، وهي الاجابه اي. طولنا صراحه بشرح انه سهل. هذا بالنسبه لسؤال 7. اي سؤال اي تعليق يا شباب؟ على اساس اختار نقطة فلين تكون اكس 1 واي 1 لين ما النقطة الثانية، ولا ما تفرق؟ ما تفرق يا احمد العمودي، انها قبل شوي. انت عندك النقطة هذه خليت هذول اكس 1 او هذه اكس 1 ما يفرق. ابدا ما يفرق، بس اسمع، اذا خليت النقطة الأولى اكس 1 النقطة الأولى خلاص لازم الواي يكون واي 1 بعد. والنقطة الثانية اذا اخذت فيها اكس 2 لازم يكون فيها واي 2. يا كلهم 2 يا كلهم 1. على واضح. شباب انت لما تلعب مع خصم، ما بنقول خصم، خلينا نقول لما تلعب مع حد تلعب دائما على نقاط ضعفه، صح؟ تدور نقاط ضعفه وتسويها. انا كمعلم ارى انه الطالب اللي مو واثق من نفسه من قوه نقاط ضعفه ايش؟ انه يلخبط. ياخذ النقطه ويحط فيها اكس 1 ويحط فيها واي 2. فاتعمد ان يضع في الخيارات خيار يمشي معاه لو سوى الحركه هذه، ويتحمس ويحس انه جابه صح. انا شخصيا ما اسوي الشيء ذا، بس انا اقول لك انت تتوقع لازم ما تخطي في التنسيق هذا. انت حاط اجابه غلط يا ساتر، والاستاذ السؤال اللي قبله انت حاط اجابه غلط. شوف اعتقد سؤال 6 ايوه اجابتنا 100%، احسنت.
الإجابة كانت سي 114. نشكرك صراحة على التنبيه، احنا حلينها 114 فاخترنا غلط. سي طبعا هي الإجابة الصحيحة. أشكرك صراحة على التنبيه، احنا حلينها عموما الإجابة الصحيحة، بس ليش اخترنا 104 ماني عارف. شكرا على نبهتك. طيب سؤال 7 كذا نمو، الحين سؤال 8 طولنا عليكم صح؟ طبعا المشكلة إذا قمت أشرح أنسى نفسي. طيب حلو، اسم القناة بالتليجرام، صدقني ما أعرفها لكن نجيب إن شاء الله. طيب إيش رأيكم نخلي اسم القناة للبث القادم عشان نضبطها، لأن شكلها يفشل الحين، فأجهزها الأسبوع ذا وأحط فيها أشياء كويسة عشان الأسبوع القادم يوم الأربعاء لما أعطيكم اسم القناة أحط شيء جديد. إيش رأيكم؟ تفشل والله طلع اسم القناة بعدين تفهم. طيب سؤال 8، بالشكل المقابل ميل المستقيم يكون، باختصار إذا الميل متجه لليسار سالب، هذا الميل رايح لليسار سالب على طول، لو كان رايح لليمين يكون موضوع، هذا رايح لليسار سالب على طول، يكون صفر إذا كان كده، كان عمودي أو غير معرف إذا كان عمودي كده، سالب اللي كان باتجاه اليسار، وموجب اللي كان باتجاه اليمين، اختصار يعني. طيب بعد كذا المستقيم الذي معادلته هو ميله، الميل واضح وضوح الشمس، هذا مثل النعامة اللي إذا تخبط غطت راسها، بس واضح وضوح الشمس، الميل دائم جنب اكس، هذا هو الميل 3، دائم يكون مكانه جنب الاكس، الميل هنا 3 اللي هو سي. طبعا فوق احنا قلنا الحل سالب الاتجاه اتجاه اليسار. اي سؤال عليهم السؤالين هذول؟ خطوة واضحة، بس ما في شيء، ما شاء الله عليكم. السؤال بعده سؤال 10، اذا كان مستقيمان العلامة هذه ممكن بعضكم يعرفها، ممكن تعاود عمودين العمودي على الام، وكان ميل المستقيم 2 على 3 فإن ميل المستقيم L يساوي كم؟ شوف أنا عندي الآن، بس تعطيني كم أنا عندي الآن يا شباب، دول مستقيمين متوازيين نفس الميل، راحوا يسار راحوا يمين نفس الميل، هذا ميله سالب 2 هذا سالب 2 سالب 3 سالب 3، الميل نفس بعض، هذا كانوا متوازيين. طيب إذا كانوا عمودين، إذا كانوا عمودين يعني زي كذا تساوي قائمة عاملين، إذا كانوا بالطريقة مو متساويين أكيد الميلين، لأن متساويين متوازيين عكس بعض تقلبهم وتغير إشارة، الناتج ضربهم لازم يكون سالب واحد، أنتم عرفتوها لا شرح المادة كان في الأستاذ إنه لازم تضرب الميل الأول في الثاني وتعطيك سالب واحد، أنا عندي الحين 2 على 3 وش أسوي فيها عشان تعطيني سالب واحد؟ أضربها في كم عشان تعطيني سالب واحد؟ بختصر عليك تقلبها وتغير الإشارة، هي إشارتها موجب قلبها وحط سالب يا للاثنين يا للثلاثة ما يهم، لأن أكيد أنتم تعرفون أن السالب 2 و3 أو السالب برا وتحت 3 أو السالب تحت ما يفرق، كلها زي بعض، فهمتوا الفكرة؟ فباختصار إذا كان عمودي اقلب وغير الإشارة بس، فأي واحدة هنا الميل انقلب وتغيرت إشارته المفروض يكون فوق 3 صح؟ لما نقلبها ما في إلا خيارين فوق 3 يا بي يا سي واحدة منهم. طيب وين اللي تغيرت الإشارة؟ بي قلب بس ما غير الإشارة. لذلك الإجابة الصح بتكون سي، سي هي الإجابة الصحيحة. ممكن تكتب لما إن شاء الله تاخذ الملفات تكتب جنب هنا نقلب ونغير إشارة عشان تعرف الفكرة باختصار وش اللي حصلت. شباب احنا كلنا نحب الكلام باللهجة العامية بلا شك مهما كان. الكتاب لما يكون باللغة العربية الفصحى أحيانا اللغة العربية الفصحى يكون صعب الحفظ فيها شوية، اكتب باللهجة اللي تعرف بالطريقة اللي تعرفها بالرموز اللي تعرفها، ترى الأمور بسيطة يعني. ممتاز. طيب إذا كان مستقيمان L و M متوازيان، يعني هذه علامة توازي شايفينها خطين جنب بعض، التوازي يعني زي القلم اللي قبل شوي يمشون مع بعض، إذا كانوا يمشون مع بعض قلناها نفس الميل ما يتغير شيء، فهذا الميل 3 على 5
إذا الميل الثاني كم بيكون؟ اللي هم يمشون مع بعض متوازين نفسه 3 على 5 أكيد راح يكون نفسه 3 على 5. أي تعليقات على هالسؤالين؟ يعتقد إن شاء الله واضحة مرة. إن شاء الله عليكم. أنا كل ما أفتح بتعليق ألاقي إجابات صحيحة. ما شاء الله عليكم. ممكن ترجع السؤال 8 بشكل. ترجع السؤال 8 8 هل السؤال 8 تفضل. الإجابة سالب. الاتجاه كان باتجاه اليمين. اليسار عفوا. شيء ثاني في التعليقات نشوف. نعم نعم الدرس كامل بيكون مسجل في يوتيوب ان شاء الله. الملف كامل بيكون موجود. راح يكون اكيد في قناه برضو خاصه في ابواب في التليجرام. نقدر نعرض فيها الاسئله ونجاوبكم عليها باذن الله تعالى. هذا شو يقول يسار ايش؟ طيب مستعجل شويه بدون ما ارجع فوق. ارجع اخر شيء سؤال 9، في ناس يقول استعجل وفي ناس يقول لا ارجع. سؤال 9 هو قال عمودي. هنا يبغى الميل بس مستقيم الذي هذه معادلته واحنا دائما نعرف ان الرقم اللي موجود جنب الاكس هو الميل. هنا ميل وسائل 3 بس هذا الميل الخاص. طيب كيف اسوي فيه فخ سؤال 9؟ كيف اخليه صعب؟ انا مو ودي اتعمق في الموضوع الاسبوع الجاي بس انا ممكن اخليه صعب. اسويها كذا y ناقص 3x يساوي 5 وش ميل المستقيم لهذه معادلتين؟ ترى هي نفسها اللهم اني قلبتها بس انت ما تقدر تحكم على الميل لان يبقى الواي الحالي. فننقل سالب 3x كل الطرف الثاني تصبح كذا y يساوي 3 من الموجب لان تغيرت اشارتها 3x يساوي 5. يعني حبيت اصعب السؤال ذا والاجابه نفس ما هي. فالميل دائم هو اللي جنب الاكس. في فن يا شباب اسمه فن كتاب فن كتابة الأسئلة. أنت لو عرفت فن كتابة الأسئلة وعرفت وش الفخ اللي ممكن يستخدم يعني الأسئلة من وين بتجي؟ يعني ما بتجيك من تحقق فهمك من الأمثلة ومن التدريبات ولا من دليل تقييم التعليم؟ ما في شيء ثاني. أنت درسك عبارة شرطية وش بيجيب لك؟ يعني ما هو جايب إلا عبارة شرطية. التلاعب يصير بس إن هي يلعب على نقاط ضعفك والمكان اللي أنت بتختفي فيه. يعني زي السؤال قبل شوي إذا أنا أقدر أصعبه بس إني أنقلها أنقل 3 اكس انقلها طرف ثاني واخليك تشتغل على ترجعها مكانها وتعرف منها. ما في علم جديد ولا في اختراع ذره ولا شيء ثاني، هو علم واحد، اللهم انه يتلاعب في الاسئله بس. طيب نكمل، احنا وصلنا 17 وخلصنا سؤال 12. مستقيم ميله كذا ويمر بالنقطه كذا، اكتب معادلته. هذا من الدروس الاخيره في الباب الثاني. الدروس الصراحه اللي هي سهله بس نشوف الطلاب شوي بتخوف منها. كتابه معادله المستقيم يا شباب نكتبها بطريقتين، اما طريقه ميل مقطع اللي هي كذا واي m اللي هو الميل x ثابت زائد او ناقص b. والطريقه الثانيه عندي اللي هي y ناقص y1 يساوي ال m اللي هو الميل على القانون الثاني و x ناقص x1. متى تحتاج هالقانونين؟ على حسب المعطيات المتوفره عندي. ممكن اشتغل بالاثنين عادي. هنا متوفر عندي ميل ومتوفر عندي نقطه. الميل والنقطه استخدم هذه ميل ونقطه. حسب المتوفر. هنا لا، اذا كان متوفر ميل ونقطه. مقطع. طيب ميل ونقطة بما انه متوفر عندي هنا اعوض فيه تعويض مباشر. شايفين الواي الواي واحد هذه نشيلها نحط مكانها 3 الموجود في السؤال النقطة. والاكس واحد دي بنشيلها ونحط واحد الموجود في السؤال. كذا الامور تمام. باقي الميل، الميل موجود في السؤال بعد. نشيل الام ونحط 2 وبس وتعود. وتصبح بهذا الشكل واي تمام ناقص الواي واحد وقلنا بتجيبها من هنا هذه الواحد اللي هي 3 ناقص تبع القانون طبعا تساوي ام الميل موجود في السؤال هو 3 2 بعدين بقى لنا اكس ثابت ما يتغير
ناقص إكس واحد موجود من نفس النقطة للواحد. كذا الأمور تمام. لكن إحنا قلنا عشان تعرف المعادلة لازم هو يبقى الحالة ما يكون معها أحد. أنا أسعى أن يبقى الحالة. أول شيء أوزع هنا اثنين تضرب في الإكس. شفت يوم نذكرك في التوزيع ونقول لك توزيع ونقول لك انعكاس ونقول لك تماثل ونقول لك كذا، إحنا ما درست فيها عبث عشان تستخدمها هنا. أنت الآن تستخدم توزيع هنا. سالب ثلاثة يساوي اثنين في إكس اثنين إكس. واثنين في سالب واحد يساوي اثنين. كذا الأمور تمام. باقي آخر خطوة عشان يبقى الواي الحالة. مين معه؟ معه سالب ثلاثة. بالحطاب الثاني بالموجب. واي يساوي اثنين إكس. موجود قبل إحنا متكي معانا سالب اثنين. سالب اثنين لما تجيها ثلاثة بالموجب بتغيير إشارة إيش يصبح؟ نتيجة واحد. صارت ريالين ومكسب ثلاثة فيها واحد. يصبح موجب واحد. هذه معادلة مستقيم. في أي خيار موجودة؟ تلاحظ معي موجودة في الخيار B. الحل الصحيح. أي سؤال عليها يا شباب هذه؟ تعليقات؟ يا رب انها واضحه. سوي ميل ونقطه اول شيء. نعم ميل ونقطه حسب المعطى. احنا في السؤال قبل شوي عندنا الميل ونقطه عشان كذا استخدمنا قانون ميل ونقطه. باذن الله تعالى الدرس الاخير انا عارف يعتبر من اصعب الدروس في مرحله واحد واحد. ما حد بيقوله صعب بس خليني اقول اشمل شيء. ليش؟ الدرس الاخير يشمل ثلاث دروس قبله تعامد وتوازن وكذا. فبناخذ راحتنا في ان شاء الله تعالى في البث الاسبوع القادم. التطويل حل ونعطيك طرق ابسط ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. طيب خلينا نشوف اذا باقي لنا اسئله اليوم. المعادله المستقيم الماضي بنقطتين، عندي نقطتين. قلت لكم قبل شوي يا شباب انا ممكن احل بطريقتين صح؟ انا عندي الحين نقطتين يعني ما في مقطع. يعني برضه ما راح استخدم طريقه الميل المقطع. استخدم نفس الطريقه. السؤال قبل شوي كان نفس السؤال هذا بس معطيني نقطه واحده ومعطيني ميل. اقدر اطلع الميل. انتم تعرفون طلع الميل اللي هو قانون الميل. الميل يساوي واي 2 اللي هو 3 ناقص واي واحد اللي هو 5 على اكس 2 اللي هو 0 ناقص اكس 1 اللي هو 2 ويطلع لي الميل واحطه في السؤال. خلاص انا عرفت حصلا يكون معاي سالب 2 على سالب 2 واللي طبعا بتكون 1. الميل هنا 1 اصلا. عرفت الميل؟ الميل 1. شوف بس مجرد اني طلعت الميل قدرت استبعد اجابتين اللي هي A و C ما راح يكونوا صح. ان الميل فيهم كم؟ لو تلاحظ الميل جنب الاكس صح اللي هو واحد بس ما نكتبه. هذه الميل سالب واحد، هذه الميل سالب واحد نستبعدهم، هذول خطا. هذا الحل بذكاء، استبعد كلهم. بعض الناس يقول لك انا السؤال صعب اخترت عشوائيا، انا ما اقول لك لا اختار عشوائيا. بس ترى لما تكون تختار عشوائيا بين فقرتين افضل من تختار عشوائيا بين خمسه. حتى لو حبيت تختار عشوائيا ابحث عن شيء تستبعده. هنا استبعد اي وسي، والسبب ان الميل المستقيم هذا ما هو سالب من جد. طلعناه من جد. حتى لو ما كتبت المعادلة. بنكتب المعادلة الحين نفس الطريقة اللي قبل. واي ناقص واي واحد يساوي ام واكس ناقص اكس واحد. التعويض فيها يا شباب خلاص احنا الحين كبار نعرف نعوض تعويض مباشر. انت عندك نقطتين، السؤال اللي قبل كان في نقطة واحدة. انت اخذت واي واحد واكس واحد من الحين في نقطتين، تاخذ اي واحدة؟ ما في مشكلة، اختار اي واحدة عادي ما في مشكلة، يمين واليسار كلها واحد. انت اخترت اليمين، اخويك اختار اليسار، الحل ترى نفس الشيء ما بيختلف. يلا نعوض فيها. انا بختار اشتغل في هذه مثلا. يلا ناقص 5 عوضت عن الواي 1 من 5 يساوي الميل. الميل احنا تونا شغالين ومطلعينه هنا 1 وافضل ما تكتبه. 1 ضرب اي شيء نفسه بس انا بكتبه عشان ما تنساه 1. يلا اكس ثابت ما يتغير، اللي يتغير هو اكس 1. يلا سالب في القانون واكس 1 من عندنا اللي هو 2. قلنا ان نحب ان الواي يبقى الحال. وزع اول شيء، حتى لو وزعنا ما بيتغير شيء. لان يعني الواحد مسكين ما يسوي شيء بالضبط. سالب 5 يلا 1 في اكس اكس 1 في سالب 2 سالب 2، الواحد ما يسوي شيء. ننقل سالب 5 الطرف الثاني بالموجب
يصبح عندك واي يساوي اكس موجوده من قبل، من قبل موجوده. سالب 2 لو جتها 5 بالموجب لانها تتغير اشارتها وهي رايحه، كم بيصير؟ بيصير موجب 3. الحل بيكون موجب 3، يصبح عندي واي يساوي اكس موجب 3. اي خيار من الخيارات اعتقد هو خيار دي، هو الاجابه الصحيحه. تجيك الملف محلول بالطريقه هذه تعالى عشان تعرف كيف وصلنا الى الحل. مشكله الشباب السؤال هذا انه لو تختي انت في اشاره بس تبتعد. يعني تخيل لو انت طالب ما درست اول متوسط بشكل كويس، ويوم قسمت سالب 2 هنا على سالب 2 ما كنت تعرف انه سالب قسمه سالب موجب، وجيت حطيتها سالب 1، تلاقيك تختار خطا، تستخدمين خطا، بس اشاره واحده خربت صوتكم لعب. هذا بالنسبه لسؤال 13. اعتقد هذا الدرس قبل الاخير في الكتاب. ان شاء الله الدرس هذا حيكون متسجل وموجود في اليوتيوب باذن الله تعالى ان شاء الله. مو الدرس، شرحنا منهج كامل ما شاء الله، لقينا تقريبا درس. ذكر يا شباب احنا اليوم بس ترى تيست، هذا يعتبر تيست ومراجعه شامله بشكل عام على منهج رياضيات اول ثانوي 1-1. ندخل بشكل اعمق ان شاء الله الاسبوع القادم في يومين بنفصلهم، يعني مثلا يوم الاربعاء الباب الاول، يوم الخميس تدخل المفتاح، يوم الجمعه يكون الباب الثاني. وقبل الاختبارات وتكون جاهز ان شاء الله تعالى. واوعدك ان شاء الله تعالى اني اعطيك الاسرار اللي يستخدمونها بعض المعلمين والمعلمات اللي تستخدم في الحل. استاذنا بقناه التليجرام. والله زي ما قلت انا الشباب قلت انا قناه التليجرام حاليا هي جاهزه مره، يعني تفشي. خل نضبطها وبشوي. الاسبوع الجاي نعطيكم قناتي، لكن انت حاليا ممكن تكتفي بقناه ابواب الرسميه اللي موجوده قدامك. التليجرام. يعني قناه ابواب الرسميه. تسمح الآلة الحاسبة حسب نظام عندنا وزارة التعليم مسموح الآلة الحاسبة في المرحلة الثانوية. طيب أنا كده أعتقد أن وصلت لنهاية أسئلتنا اللي تعتبر بشكل عام في المنهج. أسئلة الدرس الأخير بين الوحدة تحتاج وقت، نتركها إن شاء الله الأسبوع القادم. برضو نفس الإجابة راح أقول لك الأسبوع الجاي القناة إيش هي راح تكون. يا تعالى حاليا انت تكتفي بقناه ابواب اللي في التليجرام، قناه ابواب اللي في اليوتيوب اللي راح تكون عليها الدرس هذا كامل شرحناه اليوم بيكون موجود فيه ان شاء الله تعالى. الله يسعدكم ويوفقكم يا رب. طيب انا ودي نسمع صوتكم، اللي عنده سؤال عنده استفسار فبامكانك تطلب مايك، وان شاء الله الشباب موجودين في الكنترول. اتوقع عندكم امكانيه فتح المايكات. عندكم مشكلة، فاللي حاب يسألنا يدخل معنا بصوته ولا شيء يتفضل. الله يسعدك يا أعتقد أوري هانم، شكرا لك. الله يعافيك. طبعا شباب نذكركم إنه أبواب موقع تعليمي، تكتب في يوتيوب في جوجل بس ابواب بتلاقيه مباشره. فيهم تقريبا جميع الدروس موجوده. والجميل في ابواب هم ضايفين لك شيء جميل، احنا تعودنا من زمان ونشوف المنصات التعليميه يكون بس سبوره بيضاء، احنا ما نعرف المدرس ولا شيء، بس نسمع صوته ونشوف السبوره. هم ما شاء الله خطوا خطوه كبيره جدا. صار المعلم تشوفه لا ويكتب على سبوره زجاجيه ابد بينك وبينه، يعني تشوف الموضوع كانك في القاعه معه. فأنا أنصح صراحة تتجهون لموقعهم وتسجلون فيه، كل شيء مجاني، الفلوس كلها مجانية، هذه فرصة لكم. يعني الأشياء هذه تمنينا نلقاها إحنا، يعني أيام لما كنا طلاب كنا نروح 70-80 كيلو بس عشان نلقى مدرس خاص وندفع له فلوس عشان يشرح لنا ورقة وقلم بعدين نرجع مشوار. أنتم الحين دروسكم موجودة عندكم، ما لك أي عذر الآن ما تجيب درجة كويسة في اختباراتك، كل شيء مهيأ لك. كل المنصات التعليمية متاحة، يوتيوب فل، تليجرام فل، كل المعلمين يشرحون من مكان، فما لك عذر ابدا. باذن الله تعالى راح نشرح الدرس الاخير الاسبوع القادم. الله يسعدكم يا شباب ويوفقكم. نشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع القادم باذن الله تعالى، راح ننسق مع ابواب لتحديد الموعد، راح يكون ان شاء الله يومين باذن الله تعالى. طيب احد حاب يدخل معنا صوت شيء نسمع صوته؟ النهايه يعني.
تفضل عبد الله. ومايك لو بس الشباب اللي موجودين يفتحون مايك للشباب اللي معينا لو مسكين. السلام عليكم. سلام حياك الله، تفضل. يا أستاذ أنا عندي سؤال الحين، هذه المعادلة المستقيمة مر بالنقطتين اللي هو 3 سؤال 13، نعم. أقدر أختار أي نقطة ولا لازم نقطة محددة؟ ما في مشكلة، أنا قلت تختار عادي 0 و3، تختار 2 و5، في النهاية نفس الحل اللي بيطلع معك. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، بالتوفيق. اللي بعده؟ السلام عليكم أستاذ. سلامك الله، حياك الله. أستاذ سؤال 13، ما يمدي أستخدم، يمدي أستخدم معها معادلة الميل والمقطع صح؟ نعم يمديك تستخدم ميل المقطع لأنه الميل واضح فيها 0 و3. لو تبغى تتأكد أكثر ارسمها، لو طلع معاك مقطع واي واضح استخدم المقطع عادي ما في مشكلة، بس أنا اشتغلت معاك يعطيك العافية. يعني هي ميل المقطع. الله يعافيك، لو كان المقطع واضح اشتغل عليه. تفضل اللي بعدين. يعطيك العافية أستاذ على الشرح الجميل. الله يعافيك. السلام عليكم. أنتم مميزين صراحة، تفضل. يا أستاذ أبغى أسألك عن البعد بين المستقيمين المتوازيين، عادي سهل إن شاء الله أستاذ. هذا بنشرح إن شاء الله اللي هو الدرس الأخير، بنتكلم عن الأسبوع القادم بإذن الله، لأنه يحتاج وقت طويل، تعرف ما يحتاج أكيد أنك تعرفون للناس. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بعده؟ تفضل معك المايك يا شيخ. يا استاذ هل بتكون موجود يوم الاحد؟ لا احنا بنكون موجودين الاسبوع القادم، لسه ما في وقت محدد، بس غالبا يوم الاربعاء يوم الجمعه الاسبوع القادم اللي قبل اختبارات نهائيه. يعطيك العافيه. يا استاذ سام تفضل. شو اسمه الاختبار النهائي يعني متى راح يكون؟ طبعا نهاية رياضيات 1/1 بيكون مو بالأحد القادم، اللي بعده يوم 26/4. يعني أنت الله يعافيك يا عبد الله. بس يعني وأنت يعني على المنصة هذه يكون الاختبار كيف؟ يعني يكون على المنصة الاختبار ولا كيف طريقته؟ لا يا عزيزي، الاختبار النهائي تختبر في المدرسة، احنا بس جالسين نشرح لك. الاختبار النهائي تختبر في المدرسة، تداوم في المدرسة وتختبر يوم الأحد. يعطيك العافية. يا مازن. السلام عليكم أستاذ. تفضل حياك الله. أستاذ الحين الآلة الحاسبة أستاذ مسموحة بالاختبار ولا لا؟ حسب النظام اللي أنا أعرفه إنه الآلة الحاسبة مسموحة بروح الثانوية، ما في أي مشكلة. لا إذا في تعليم جديد أنا ما وصلني. طيب أستاذ البرهان مطلوب ولا لا؟ أنت من طلابي؟ إيه إيه. كل ما تم شرحه مطلوب، وبتكلم بشكل أعمق إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء الجاي. زين يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام. يا أستاذ التعامد التوازي ممكن تعيد الشرح حق السؤال؟ أتوقع سؤال 10. إيش كان السؤال؟ المستقيمين متوازيين ومتعامدين تقصد كذا؟ ايه التعامد التوازي هو صعب نشرح كامل، لكن نتكلم عنه بس بشكل سريع. سؤال 10 هذا قريب صح، تقصد هذا؟ ايوه هذا. طيب هذا شوف، ايوه ممتاز. التعامد الميل عكس بعض بتغيير اشارات، يعني انت ميلك نص، اذا انا اوازيك انا نص برضه، لكن انت ميلك نص وانا عمودي عليك انا ما راح اكون نص، اقلب النص وغير اشاره ايش راح يكون؟ جاوب لي انت. سالب 3/2. شوف انت نص هذا بينك، تمام؟ لما اكون عمودي عليك اقلبها ايش راح تكون؟ 2/1 صح؟ الواحد تحت ما يكتب. اي سالب 2/1. تغير الاشاره يصبح ايش؟ سالب. بس هذا لما اكون عمود. واضحه؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. طيب لما يكون السؤال توازي؟ توازي نفس الشيء، اللي يسأل عن التوازي نفس الشيء، أنا 7 ميلي أنت 7، أنا سالب أي شيء أنت سالب أي شيء، نفس الشيء، ميل نفس الشيء، تفضل. تفضل. أنا أحد ناس يسألون أسئلة غريبة شوي، واحد يقول اختبار نهاية في المنصة، شباب مين يقول اختبار نهاية في المنصة؟ احنا ترى مو منصة مدرستي، احنا ترى منصة أبواب، هذه أبواب.
هذا الشيء جالس يقدم لك شرح بس، ما يختبرك ولا له علاقه فيك ولا في واجباتك ولا شيء، احنا نقدم لك شرح بس يشرح لك الماده، سواء رياضيات فيه احياء موجود، انجليزي، كل المواد موجوده في الموقع نشرح لك فقط. زي عين، عين تختبر في المنصه حقتهم، لا مو نفس الشيء. ما ادري، في اسئله غريبه شويه يا شباب. تفضل. اختبار تختبر في المدرسه حضوري. اختباركم طبعا بيكون ملاحظ 26/4 صباحا ان شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ، هيك تفضل. ممكن تشرح ما لا ممكن تشرح مثال مضاد معي كامر. مثال المضاد، شفنا ما جبنا سؤال بس مثال مضاد باختصار. الآن أنا بدي أقول كل الطلاب الموجودين في البث اسمهم محمد، إيش رأيك أنت؟ إيش رأيك كلامي؟ لا غلط. غلط. ايش المثال المضاد؟ انت شو اسمك؟ تركي. تركي. تقول لا كلامك مو بصحيح، انا تركي. تركي هنا مثال مضاد على كلامي مو بصحيح. لما اجي اقول لك انا كل الاعداد اولية، تقول لي غلط. مو كل الاعداد اولية، بتقول لي يا اخي العدد 9 مو بعدد اولية. المثال المضاد انك تقول لشخص انت، معلش علق، انت تكذب، بس تقولها باحترام وتعطيه مثال عكس. اجيبك بالواقع، اقول لكم انا الحين كل المعلمين معلمي رياضيات، قولي لا يا اخي الاستاذ عايض هذا مدرس تاريخ مثلا، هذا مثال مضاد. عايض الحين صار مثال مضاد، التسعه قبل شوي صارت مثال مضاد. قلت من الكلام خطا بس باحترام، بس ان شاء الله واضح. جزاك الله خير استاذ. اللي بعده يا حد يا شباب. طيب استاذ، يعني اجيب بالمثال المضاد مضاد اذا ابغى اثبت عدم صحه شيء؟ نعم، المثال المضاد ما يجي الا اشتري خطا اصلا. انا لو قلت الحين جميع الموجودين في البث اسمائهم مو محمد، مو محمد، مو كلهم محمد، صحيح كلامي صحيح. لو اقول لكم الان يا شباب ترى بثنا رياضيات 1-1، كلامي صحيح، ما تقدر تثبت العكس. المثال المضاد يجي اذا الكلام خطا. اذا انا جيت قلت هذا بث احياء وانت جالس تشرح رياضيات، تعطي مثال مضاد. هذا بالنسبه للاجابه على سؤال مثال مضاد. شيء ثاني؟ جزاك الله خير، ما قصرت. الله يسعدكم. استاذ سم تفضل. في منصه ابواب اختبارات تجريبيه تدرب نفسك عليها؟ طيب اختبار تجريبية اعتقد الموجود تمارين اللي تشتغل عليها كل درس، في موجودة في كل درس، يعني كل مثال بتلاقي تحت مباشرة في تدريب عليه. ونسعى مع ابواب ان شاء الله تعالى انه يكون في اختبارات تجريبية شاملة وكاملة باذن الله تعالى. الله يجزاك خير يا استاذ، شكرا. نسمع اخر سؤال يا شباب، في اخر سؤال موجود من هي. لسان بتكون انت موجود يوم الاحد في المدرسة؟ نعم موجود، المدرسة موجود ان شاء الله الاحد وكل الايام ان شاء الله باذن الله اذا احنا حيين. طيب في اي سؤال الشباب، في اي استفسار، في اي شيء تبونه؟ يلا نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم، واكيد مع ابواب راح نحدد موعد اللقاء. الله يسعدكم ويحفظكم ونشوفكم على خير، استودعكم الله. جزاك الله خير استاذ. الله يحفظك. جزاك الله خير استاذ. الله يسعدكم. جزاك الله خير يا استاذ، شكرا.